بالله العلي العظيم يا سيادة المستشار مرتضى منصور، ان انا بحبك والانفعال اللي حصل ده، اول حاجة عايز اوضح للناس حاجة واحدة من خلالك، ان انا عندي الغدة وبتعالج نصف اعصاب كهربا زايدة، ألف سلامة. ولا لحظة بس، وعندي قلب ابيض وطلع انا عيني مكفرانة، وقاعدة اتفرج عليك وخلاص على البهدلة. لما افتح كل القنوات الاقي كل القنوات عمالة تبهدلنا، افتح الفيسبوك صحابي عمالين يبعتولي هو جوزك بيطبل، هو جوزك مطاطي ليه، كل ما يبقى في حاجة جمال يطلع اقول له معلش يا حبيبي عشان خاطري احنا لازم نتفاهم، كل الناس بتحاربه، انا عارفة ان هو غلط، انا عندي بلاوي جوه يا استاذ عبد الناصر، بس بعد اذن حضرتك مش هقولها من خلالك، هقولها من خلال قناتي او اظهر للجمهور بشكلي، وما بحبش ان هي تكون مداخله. بص يا استاذ عبد الناصر زيدان، انا واحده يعني بقالي 5 سنين بتعلم يعني ايه نادي الزمالك بالكيان بصدق واخلاص، تمام؟ انت مش غير الزمالك، جمال حمزه اول ما اتجوزته قال لي كده، لو فضلتي اهلاويه بتاعت الماتشات ما تبقيش معايا، ليه؟ عشان التعصب بتاعي والتعصب بتاعي، قلت له انا مش اهلاويه ولا ليا انتماء، انا انتمائي انتمائك اللي هو نادي الزمالك. يا استاذ عبد الناصر زيدان انا كنت ما اعرفش يعني ايه كوره، ما اعرفش يعني ايه حسن جمال حمزه، انا اتجوزت لعيب كوره وخلاص، فهمت يعني ايه كوره، فهمت يعني ايه هداف تاريخي، فهمت يعني ايه قيمه مهضوره جوه المنظومه الفاشله منظومه نادي الزمالك. مش هتكلم في تفاصيل بس حضرتك بالورقه والقلم والنوتات هكون معاك لو حضرتك تحب، طبعا شرف ليا، والله انا اتمنى ان شاء الله ثلاث ايام انا اطلع كل اللي عندي، انا بتمنى من الجمهور حاجه واحده بس، انا عصبيتي وسب الدين والالفاظ دي مش شخصيتي ومش طبيعتي، حتى لو شخصيتي وطبيعتي مع اصدقائي او مع ناس مقربين مني عمري ما كنت كده على الهوا، انا غصب عني، عارف انت لما تكون بركان 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 وحاجه من الاثنين، يا يجي لي جلطه زي ما قبل كده جالي شبه جلطه، يا اما اطلع اللي جوايا، فغصب عني من سرعه التشويه. الف سلامه عليك يا ايوه، يقول ان انا بشتمه، انا ما بشتموش، انا بتكلم على الصفحات اللي تحت السلم اللي خدت اللايفات بتاعتي يا استاذ عبد الناصر ويشتموا على جوزي. اول حاجه انا اللي علمني حب الزمالك جمال حمزه، انا بحب جوزي مريضه بيه، كل حاجه عندي في حياتي اقول جمال 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 جمال، فانا اول اللايف قلت ايه، انا مش مرات حد وانا متعصبه، ده معنى انا ده معناه ايه؟ ان اللي هتتكلم دلوقتي واحدة من الجمهور متعصبة بتحب الكيان موت في الكيان، كل ما يوم فيديو قبل كده لما كنا احنا الاول يا بهايم راح كي برضو عمل نفس حركاته ونفس حاجاته اللي بتدمر الفريق، خلينا احنا بقينا التالت ولا الرابع، ليه؟ بسبب ان حضرته مش فاضي غير لحضرتك اللي خايف على الكيان تبعاك معاكم تبع الكل، خايف على الكيان يشتمك، طب ما انت على حق، انت بتجيب حاجات على حق، انا متابعاك على فكره، وكنت خايفه اعمل لك اشتراك في القناه عشان مفيش يقول دي جروب جمال حمزه عبد الناصر زيدان، عشان ده كل شويه يعني بص في حاجات كتير كل شويه مخلي سوري بقى اولياء الامور بس بعدين الموضوع ده انا مش عايز اتكلم فيه الا على قناتي، يعني زي ما معناه يعني في اسرار انا بقولها لحضرتك أنا مش عايز أتكلم في التفاصيل دي. مستعبد الناس موظفين، أنا عمال أطلع اللايف أقول أنت المستشار ما بيعديش يوم 5 لما بيقبض الناس وبيدي الناس حقوقها وست المستشار عشان مش عارف عشان متحد فيك، وخمسة النهارده الصبح أنا نايمة واخدة منوم تعبانة من كتر امبارح، أنا بقالي يومين كل الناس أنا ما بعرفش والله العظيم أشوف شغلي، أنا سبت شغلي وركزت في المغادرات اللي انا فيها، الاقي الصبح يا استاذ عبد الناصر زيدان الاقي ما جريده الوطن ولد فيها صاحبي منزل طريق جمال حمزه ويقول له بعت لي رساله وانا اتصل بيه قال له يا فرد يا فرد اقسم بالله العلي العظيم يا سياده المستشار ما اعتذر لك انا ما غلطتش فيك، انا لما ثبتت دي بقول ستوري ان طلع كذا ابونا اللي حوالين منك ده انا بطلع ابو ديك ابو كذا اللي بيهاجمك وبيشتمك، يا استاذ عبد الناصر ده انا قايمه البلوك على الفيسبوك قربت كان فاكر من الناس اللي بيهاجموني ما بقاش طايقه وفي ناس اشتمها وفي
في ناس ما اشتمهاش عشان مش طايقه اشوف حد بيدعي عليك اللي تقول ربنا ياخده ولا ان شاء الله ربنا ياخده وكرمك وتسعدي قبل ما ليكي. انا في ظهرك، انا ما طلعتكش وما طلعتلكش ولا من الناس الحكومه وانت كذبتي. انا عمري لا شفته، المره الوحيده اللي شفته في النادي حطيت وشي في الارض ومسكته عشان اعرف عليا وانا ما بسكتش. كنت ممكن اطلع له المكتب ومن يوم مره اقول لاي حد وصلني ليه عايز اقول له الاخطاء دي، عايز اقول له الاخطاء دي. ممكن تقرب، ممكن تقربي، ممكن تقربي صوتك شويه يا مدام، ممكن تقربي صوتك شويه لانه بيروح ويجي بيبعد ويجي. بصي يا استاذ عبد الناصر، ايوه كده تمام تمام انا ببقى عايزه اطلع له اقول له على اللي هو بيعمله. احنا نركز في فرقتنا، ما نقعدش نهاجم الناس واحنا على غلط. تمام 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 كده تمام. لو طلعتي وقلتي له اي حاجه يشتمك، اكلم حد مثلا كبير في النادي اقول له طب ما حد يطلع له على فكره اللي بيعمله ده غلط، ما حدش قادر يقرب له ولا حد قادر يجي جنبه ليه؟ هو كده ولا مين انت ليه بتبهدلنا كده؟ ليه فرقتنا بتكسرها؟ ما تقولش من الاول ان انت رايح ان عارف يا استاذ عبد الناصر انا افتكرت ايه؟ فاكر لما لعب الاعصاب الترجي بتاعت قطر لما قعد يقول مش الراس والراس وطلع على القناه راح احنا كنا اللي قاعد مع ناس وبيداري الخيبه وهو ما كانش هيبعت الفريق اكيد ان هو اتقال انت تلعب تمام؟ راح طالع بخيبته يقول لك ايه؟ احنا كنا بنلعب على الاعصاب اللعيبه ومش اعصاب اللعيبه، انت هتهزر تبدا وبعد كده بتعمل وبتضيط لك كل جروبات الزمالك كلها اللي بتضيط لك وجروبات المحترمه اطلع منها. لا يا استاذ عبد الناصر، لا احنا مش هنقعد نطبل لك في الغلط، مش هنقعد نعمل اللي انت بتعمله. كنت من قبل كده مش رايحين، معلش يعني نادي الزمالك نادي عظيم ونادي الاهلي نادي عظيم، نادي الاهلي دول اللعيبه اللي وقفت الوتره والجهاز والكلام دوت يعني ما كانش في فرق. الصوت بس لو سمحت يا ريت تتكلمي من التليفون بلاك السبيكر. صوتك بيبعد وبيجي، صوتك بيبعد وبيجي. طيب. اتفضلي. ماشي يا استاذ عبد الناصر، الاقي واحد واخد مراته في الشارع محجبه بيقول انا كنت عايز في الكافيه مستني الماتش يجي ده اهلاوي طبعا الاوتوبيس بتاع الزمالك اروح انا ومراتي ازقه وبيجري في الشارع وبيعمل لايف ده مش عندي، الناس بيبعتوا وبيحتلوا يقولوا اصلي مش عارف ايه واصحابي الاهلاويه ويقولوا لي ده جمال ماسك ما في الراديو ما بيتكلمش ليه؟ بيتكلم وانا اقول له يا جمال عشان خاطري على الواتساب ما تهاجمش وما تعملش ولو حصل من اي حد معاك على الهوا عمل كده ما لناش دعوه. طب يا مدام استاذن حضرتك عشان بتتكلمي كلام مهم، اقفل واتصل تاني عشان صوتك صوتك بيروح طبعا ويجي طبعا لو سمحت. طبعا انا اقفل واتصل تاني ممكن يكون عيب من الشبكه من عندي. دقيقه واحده. اتفضل. المغامرات دائما لا تاتي الا بالخير، لان انت قول ما انت عايز خير والله العظيم الست دي يا جماعه بتتكلم بصدق، الست دي بتتكلم بصدق، زملكاوية محروق دمها. انت بقى تفهم غلط ده يفهم كذا، انا بقول لك اللي يرضي ضميري. ايوه كده سمعاني كويس كده كويس يا استاذ عبد الناصر. كده كويس. بكلمك لحد فين؟ وانا عايز من حضرتك تهدي دون انفعال عشان بعد ما تخلصي عايزه بعد ما تخلصي عايز اسالك ثلاث اسئله. انا مش قادره الغده هي اللي مخليني اتكلم كده. انا الف سلامه الف سلامه يا استاذ عبد الناصر. الاقي الناس بتحفل علينا على ايه واحنا راجعين من بطولتين سوبر، نيجي هنا بنكسر الفرحه. ده انا والله العظيم انت مش قادره اقول لك، انا صوتي رايح من يوم الماتش مش عارف يرجع، رحت طالعه بكل ما فيا طلعت اللي جوايا. انت بتهين الرموز وبتهين الناس. هو يا استاذ عبد الناصر بس سؤال، هو نادي الاهلي ما بيتشتمش والكابتن العظيم محمود الخطيب ما بيتشتمش؟ النادي المصري ما بيتشتمش؟ نادي اي نادي في النوادي، نادي الاسماعيلي مصر المقصة، هم ما بيتشتموش وما بيتهاجموش؟ ده طبيعي. حسام حسن وابراهيم حسن القيمة الكبيرة ما بيتشتموش؟
انا عايزه سؤال، طبعا ما اقدرش اقول كلمه زي دي، سمعت الخرفان ما بيغلطوش اعظم واحد في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده انا عامله اكونت مخصوص للناس والاشكال دي، انا ما بحبش حد يشتم حد من بلدي ولا حد يرقصني، انا رئيسي ورئيس دولتي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسي لانتمائي وكياني سياده المستشار، بس لا الاقي ناس جايه لي من نادي زي حضرتك، ما عندك ناس، انا عندي مليون حد جوه النادي استاذ عبد الناصر يقولوا لي ده بيقولوا حياه امها وانا عليها يوجدها على سب الدين اللي هي ثبته، انا مش ثبتوش وسب الدين والشتيمه اللي سبته لي انا مهرس، انا ما قلتلوش حاجه، بص ان هو يقول الكلام ده يا استاذ عبد الناصر وانا ما قلتش اي حاجه، فانت ليه يعني؟ انا ما عملتلكش حاجه، انت بتهاجمني ليه؟ وبتمشي كابتن محمد سعيد ليه؟ وبتمشي محمد سعيد، انا جمهور، انا جمهور بني ادم عاديه. يعني انت حضرتك يا مدام، يا مدام، وانا لو مش مراد جمال كان عمل معايا ايه؟